أحمد محمد مرسي العدوي، يعني باختصار أحمد عدوية، اللي كان عليه عبء كبير في مرحلة من المراحل أن يوصل بين عمالقة الفن الشعبي زمان ونجوم الفن الشعبي دلوقتي. بدأ حياته في شارع محمد علي، واللي عاش فيه فترة طويلة جداً لحد ما وصل للنجومية، وقدر بغناء الجميل يخلي ليه مكانة في السينما المصرية في أدوار كتير مع معظم نجوم السينما المصرية. تعالوا نستمتع مع النجم الكبير، نجم الأغنية الشعبية، أحمد عدوية. الله يخليك يا فندم، أنا أهلا سعيد جداً باللقاء ده، ومش هتنسى اللقاء بتاعكم ده. والله أنتوا ناس أسعدتونا تسعدونا، وربنا لكم الصحة وفقكم. ميت بوسة ونص عالناس الحلوة دي، ميت بوسة ونص، ميت بوسة وشوية، حاجة ساعة مشبر للناس السكر، حاجة ساعة مشبر للناس السكر اللي قاعدين معانا مش قوين منظرة. ميت بوسة ونص عالناس الحلوة دي، ميت بوسة ونص، ميت بوسة وشوية، ميت بوسة ونص عالناس الحلوة دي، ميت بوسة ونص، ميت بوسة وشوية، حاجة ساعة مشبر. بس مشاركة تكون ايه؟ صريحة، تكون فيها ناس حلوة بتقول بتأدي يعني. فإن شاء الله اللي جاي بقى هكون مع ابن محمد، محمد أحمد عدوية، بمشاركة حفيدي أحمد محمد عدوية. والله هيبقى حاجة إن شاء الله خطيرة بإذن الله. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org